عم رمضان رمضاننا هذا بونس هياط في ايه؟ ايه ده؟ ها ايه اللي لم الشامع المغربي؟ الهندي ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه يالا؟ امال امي؟ انت ليه مش فاهم يعني؟ لا لا بس الحمد لله ما قلتلوش المليون جنيه وانه هيدفع. ايه ده؟ ايه؟ خش انت حاجه فيها جنيه. لا 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 مفيش. ايه ده؟ ايه يا رمضان؟ ما شاء الله وشك نور. غسلت وشي. ايه ده؟ ايه الكسوف؟ انت اول مره تغسله؟ لا اول مره اغسله بصابون يعني. ده اكيد سرقوا الصابون ده يا عم. لا لا عندي. عندك صابون؟ من ايام ابويا الله يرحمه. يا نهار الله يرحمه. ده تلاقي الصابون اللي بيحطوه في الدولاب ده عشان الحاجات ما تعتقش. ماشي يا عم. خش في الموضوع وشك منور. ايه؟ حاضر. رمضان من الاخر عايزين نعمل معاك ديل. ديل ايه اللي هتعملوه معايا؟ ديل ديل. يركبوا لك ديل ياض؟ هرجعوك لاصلك؟ ايه ده؟ هو انا كنت فار يعني يا عم؟ لا ابدو اردي يلا. عمي احنا عايزينك في موضوع اهم من ديل دي. يعني ديل يعني مصلحة راكب فيها. مصلحة معايا انا؟ يلا يا من الاخر كده يا رمضان. في واحد صاحب اكرم هندي عايز يجي عندنا هنا في اللوكاندا ويقعد في الاوضة بتاعتك. يقعد في اوضتي انا؟ اه. طب وانا اقعد فين؟ والبنت شيماء بنتي هتقعد فين؟ معلش هو مش هندي قوي. هو راجل يعني بيعمل هندي. هو مجنون شويه. فاحنا هنرضيك بقرشين عشان يقعد عندك. اي طب ما يقعد في اي اوضه. ما انا عندي اوض فاضيه كتير. اشمعنى اوضتي يعني؟ ده هو اسبوع يا رمضان. ايوه الاسبوع ده شيماء بنتي هتقعد فين؟ ارميها في الشارع. معلش اخوك اصل مستنضف اوضتك احلى اوضه فعايز يجامل صاحبه يعني. وهنشوفك بقرشين حلوين. لا لا ما لا بنتي هتقعد فين وقرشين ايه؟ قرشين دلوقتي ما بقى لهمش قيمه يا ابني. لا مش قرشين قرشين يا رقم يعني. قولي هديك 10000 جنيه. ايوه شيماء بنتي هتقعد فين؟ لا لا يا عمي طيب ما انت حد يقول له 10000 جنيه هو يتقول اصلا. انت هتاخدي مليون جنيه تقولي له 10. ايه ده هو منين يعرف ان احنا نقوم من بخيل يفهم قيمه الفلوس. تقولي له 10000 قولي له الحقوني في ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا عدوي؟ الاوضه فاضيه. عشرة آلاف جنيه. انت طردت بنتك عشان 10000 جنيه؟ ده انا قتلها. قتلها يا ريتنا قلنا خمسة. 10000 جنيه. ايوه ايوه يلا هاتوا 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 فلوس. حاضر حاضر هاتوا فلوس. حاضر هاتوا فلوس. حاضر يا عم 10000 جنيه هاتوا فلوس. ايوه ايوه ايه ده؟ هيطلع دخان وهيتحول. ايوه بابا مالك مالك؟ اصل رقم معلش رقم ايه؟ ايه ده؟ ده ما يجيبش تليفون محمود. ده ايه؟ ايه 10000 جنيه فيها؟ 10000 جنيه وعايزهم في شنطتين بقى. شنطتين؟ شنطتين ليه؟ ده 10000 جنيه. 10000 جنيه. 10000 خلاص خلاص يا 10000 هاتيهم في شنطتين يا مرات عمي. كل شنطه 5000 هاتيهم جنيهات عشان يملوا الشنطه. تمام. جنيهات ايه يا اهبل؟ ايه انصاص جنيهات؟ انصاص؟ أربع شنط يا مرات عمي معلش. دول 10000 جنيه. أيوه 10000 جنيه يا بنت. يا نهار أسود. هنروح سويسرا. سويسرا إيه؟ ده مش هيودوك المطار. ماشي يا عمي ماشي. 10 أنت موافق يعني؟ بس عندي شرطين. طبعًا. اشرط. ثلاث شروط. ماشي. إحنا عشان وفقنا. حلو ثلاثة ما تزودش. الشرط الأولاني ها؟ تجيبوا الفلوس دلوقتي حالا يعني مقدما. حاضر موافقة. ايوه انتوا رقم زي ده شايلينه معاكم؟ شايلينه من اي مكان؟ هنسحب لك 10000 وخلاص. هو في مكان بيطلع فلوس؟ اي صح المكان بيطلع قماش بس. صح وفي ده لسه هشرح له ان في مكان. احنا اسفين هنروح البنك ونسحبهم لك. ماشي 10000 جنيه ده مقدمه. مقدمه. الشرط الثاني ايه؟ انا وشيماء بنتي هنقعد بقى في النص اللوكاندا بتاعكم انتوا بقى اميره هنا. ماشي. ايه انت عايز تقعد عندنا؟ ايوه ايوه. ايه ايوه ولازم اقعد في سويس. ايوه معلش معلش يقعد بدل ما حد يجي يقول له على المليون جنيه. خلاص بقى ما تستغل الفرصه. خلاص هما الثلاثه يخشوا يقعدوا في سويس. سلمتهم ليه؟ ده هو رمضان وبنته. وانا اللي وانا ايه يلا ده؟ سيب عمي يجي حد يقول له فين يا راجل دافع مليون جنيه. نقعد في السويس ولا نروح بورسعيد؟ خلاص يا عم هنقعد. حاضر حاضر. خلاص خلاص اتفقنا. ايه الشرط الثالث؟ نعم الشرط الثالث. ده حاجز مكان. ده حد قال له الشروط داخله كردون مباني فحاجز مكان ويبيع. الشرط الثالث ان انتوا توافقوا على الشرط الاول والثاني. ايوه احنا موافقين. ماشي موافقين. نثبت لك. خش من دلوقتي ناقي السويس اللي عاجبك. لا بتتكلم جد؟ ايوه تعالى يا بنت شيماء يلا يا بابا ناقي السويس. يلا بينا. خش يا بنت بسرعه. ايه
ايه الفرحه دي؟ ده داخلين ده بينهم متر. انتوا عمركم ما دخلتوا اخو جوزك يخش يتفرج؟ انا مال انا بالحاجات دي؟ ايه ده؟ هو عمل له حرمان يا عيني فرحان بالسويس. يا نهار اسود بقى. مصلحه مصلحه، ادينا فضينا الاوضه هوا، وانت المليون جنيه وهو هياخد ال 10,000. انا عندي مشكله بقى. ايه؟ خايف ضميري يصحى يروح يقول لعمي على المليون جنيه. اه ضميرك يصحى. آه. ماشي هلايمهولك ب 20,000 جنيه. ده يا دوب يتاوب بيهم. 20,000 ده ايه؟ ايه القرف اللي عنده ده؟ في ايه؟ خلاص 40,000 جنيه. يشد الغطا. لا ده في ايه بقى؟ راعيني ضميري اصل نومه غبي. 60,000 جنيه. 100,000 وانام جنبه. ايه رايك؟ كلب فلوس يلا. معلش. ماشي. ما انا اللي كلب فلوس، ده احنا بكره هنلعب بالفلوس لعب.